السلطات الأسترالية تكشف عملية سرقة بطاقات الائتمان لأكثر من 30,000 شخص في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ أستراليا. أفراد العصابة الذي تم القبض عليهم يحملون الجنسية الرومانية، وقاموا بسرقة بيانات بطاقات الائتمان والشراء بقيمة 30 مليون دولار أسترالي من جميع أنحاء العالم. الشرطة الرومانية كانت قد فتشت عشرات المنازل في 5 مدن في أنحاء البلاد خلال التحقيق بعمليات تزوير وسرقة البطاقات الائتمانية. شرطة مكافحة الجريمة الرومانية تعاونت مع السلطات الأسترالية لكشف هذه العملية.